من صغري وأنا أتابع الأنيميشن، من صغري وأنا أحب الرسوم المتحركة، كانت بالنسبة لي عالم خيالي، وخصوصاً الكرتون الياباني المدبلج بعربي هي اللي عندها الإمباكت الأقوى علي. ويضحك إنه في ذاك الوقت حتى وأنا صغيرة عارفة إن هاي كرتون ياباني مدبلج عربي، يمكن لأن أهلي شرحوا لي شلون الأنيميشن يسوونه وشلون يدبلجونه بحكم إن الوالد يعني كان يشتغل أصلاً في التلفزيون والميديا. وتوقعت إن أنا لما أكبر يمكن يقل الشغف بالكرتون بالأنيميشن، بس لقيت إنه لا، بالعكس كل ما كبرت زاد الولع، وخصوصاً قاعدة أزيد الريسورسز اللي قاعدين حصل منها الأنيميشن. صرت أقدر أطلع على الكرتونات اللي تدبلج بالإنجليزي، نقدر نشوفها حتى بالياباني. يمكن أكثر فيلم أثر فيني اسمه Father and Daughter، أعتقد واحد ألمانيا وواحدة ألمانية مسوينه، وهم أعتقد اللي تعاونوا معاهم استوديو جيبلي. أنا حاسة إن أنا وايد أتأثر بعالم أليس، هي قصة أليس وايد مأثرة علي. فيلم ديزني سبيريتد أواي، هاي القصص اللي تدور حوالين نفس طريقة عالم أليس أحسها أكثر القصص اللي تخلي أثرها فيني. أحب وايد ستايل تيم بيرتون، أعرف إنه مو بأنيميشن هو أفلام، بس هز دارك غوثيك ستايل هاي وايد أحبه. أحب ستايل كوينتين تارنتينو بعد في الأفلام، في الكتابة، في القصة. مصادر الإلهام عندي متنوعة، منها المواقف اليومية اللي تصير، منها أحلامي الغريبة اللي أحلم فيها، وهاي الأفكار وهاي الأحلام وهاي المناقشات اللي مع الأصدقاء هي اللي تقعد تنبني عليها القصص والأفكار. لأن لما أكتب القصة أشوفها قدامي شلون أبيها تستوي. أنا رسامة قبل كل شيء، أحس أن دايماً العمل عندي تبتدي من رسم الشخصيات. أوكي القصة تكون في بالي للحين مبعثرة، وعلشان أبتدي أرتبها أول شيء أنا أحدد شخصياتي، أرسمهم، أشخبطهم، أحاول أن أعيش وياهم وأحس فيهم أكثر، وبعدين شوي شوي أبتدي أحط الكلام على الورق، كل شيء في بالي بس أقعد أكتبه لحد لما تستوي القصة قدامي. وبعدين طبعا مع الإدت وإعادة الكتابة وترجع تكتب وتعيد وتكتب وتعيد تبتدي تتبلور القصة أكثر. غالبا أفكاري تكون عبارة عن رسومات الشخصيات، الأماكن، الستوري بورد. أنا كتبت فيلمين واثنينهم صامتين ما فيهم حوار لحد الحين، فسكريبتاتي لما أكتبها أكتبها كأنها قصص. صراحة كتابة السكريبت هي أصعب مرحلة وأطول مرحلة. في فيلمي حمر كتابة السكريبت خذت مني 3 سنين، وتنفيذ الأنيميشن يمكن 6 شهور. وكانت هاي المرحلة حلوة مالت الأنيميشن نفسها لأنها تكون سريعة، خصوصا مع استوديو تحس أنها بسرعة قاعدة تشوف نتائج. متعة نخلص الشغل الفعلي إن تبتدي تشوف الخيال والقصة اللي انت حطيتها في بالك، إن تبتدي تشوفها شيء واقعي، طبعا مو واقعي ملموس في الأخير هو شيء على الشاشة، بس إن تشوف شيء قدامك يتحرك وإن الأفكار اللي في راسك بدأت تتحول حق صورة مرئية. هاي أحسها اللي هي المرحلة الممتعة. يعني ما عندي مكان محدد إن أحب أقعد أشتغل فيه، خصوصاً الحين مع الآيباد صايرة ألقى نفسي أشتغل في كل مكان. صرت أخذ الآيباد معي وأطلع كوفي شوبات حتى أقعد. أحس وقت لما أرسم ما أحس وايد باللي حولي، أهم شيء ما يكون إزعاج بزيادة، بس إنه خلاص يصير أحس إنه أسوي بلوك حق الدنيا وأركز بس في الشيء اللي أشتغل فيه. ومثل ما قلت إنه وايد تجيني أفكار وقصص من أحلامي، وشلون أغذي هاي الأحلام إن أنا أشوف كل شيء، أشوف مسلسلات، أشوف كرتون، أقرأ كتب، أقرأ قصص، أقرأ كوميكس، وأحس بعدين شي كأن مخي يكون شي نفس الخلاط اللي قط هاي الأشياء داخل ويضيف لها أشياء من عنده، وفي الليل يرجع يعرضها لي على شكل أحلام. حمر literally لما تشوفه أنا شفته كذي، مو بالقصة بالضبط بس الأجواء، شكل الشخصيات، الألوان كذي أنا شفتهم في حلمي. أنا قلته لكم مثل ما أنا شفته، طبعاً طفت وعدلت عليه، لكن الفونديشن الأساس هو اللي شفته في حلمي. لما أشوف شيء كذي عندي جورنالز أكتب فيها أحلامي، وبعدين حتى هاي الأحلام أرسمها وأبتدي أرسم الشخصيات، وإذا حسيت إنه هو شيء ممكن يطلع لي قصة منه ألقى نفسي مهتمة أكثر بهاي الحلم عن هذاك الحلم. من اللي يبي حلم عادي؟ يعني كفاية الأشياء العادية اللي قاعدين نشوفها في حياتنا، على الأقل نشوف أشياء خيالية وجديدة وغريبة في الأحلام. بالنسبة حق فيلم حمر، البارت اللي أنا شفته في حلمي كان الجوتي المعلق
والدعوس اللي مشى فيه الولد، وكانت الأحداث بالحلم غير. في الحلم كان في الولد كان واقف يشوف الجوت يبيه، وبعدين ياه ريان فسخ الجاكيت اللي كان لابسه وطلع عنده جناحين، طار خذ الجوتي وعطاه الولد. وحتى السكريبتات حق القصة في البداية كان فيها هاي الريان، بعدين تطورت القصة وتغيرت فألغيت وجوده وخليته الظل اللي هو حق الولد، بس إنه خليت الأجنحة في الأخير اللي تطلع حق الظل. في الأخير قدرت إنه أحول القصة وأحط فيها أشياء من المعاناة النفسية اللي حسون فيها الأطفال الخجولين، حكم إن أنا كنت طفلة خجولة. وأحس إنه حلو إن الأحلام تكون مصدر الإلهام، لأن هي في الأساس مني وقاعدة تعكس تفكيري مخاوفي. في الأخير عندي لازم أن أرسم وأكتب علشان أقدر هاي الأفكار اللي شي قاعدة تدور في راسي ومو بقادرة أصيدها، أن لازم أمسكها وأحطها على الورق قدامي، بعدين أقدر أبتدي أشتغل أكثر عليها.